يعني شوف أستاذ، قانون العفو العام من حيث المبدأ ومن حيث الشكل وإن افتقد إلى المضمون هو مقترح شعبي قبل أن يكون مقترح سياسي من قبل قادة القوى والأحزاب السياسية السنية، على اعتبار أن هناك رأي عام عراقي وتحديدا في المناطق التي كانت متضررة من تنظيم داعش، متضررة من القاعدة، متضررة أيضا من بعض التداعيات الأمنية اللي كانت غير صحيحة. ذلك الرأي العام يدعي ويجزم ولديه أدلة منطقية بأن أغلب أبنائهم تم شمولهم بالإرهاب بدون أن يكون هناك مبرر قانوني، إما على أساس التعذيب أو الوشاية أو المخبر السري، وبالتالي هذا المطلب هو مطلب شعبي ومطلب قبل أن يكون مطلب القوى والأحزاب السياسية. أما فيما أخذنا بنظر اعتبار أن اليوم وإذا اجتمعت تلك الصفتين، صفة القوى والأحزاب السياسية والرأي العام، نحن مع الأبرياء الذين تم شمولهم بالإرهاب دون أن يكونوا إرهابيين فعلا. لا أعتقد، وحتى هذا قانون العفو العام وإن مضى لن يحقق أي نفع اجتماعي لذوي الضحايا، على اعتبار أن هذا القانون هو لا يفتقد المضمون، على اعتبار أن هذا القانون سوف يطبق على جميع من تم محاكمته وفقرات قضائية قاطعة، بالتالي لن يشملهم. نحن نتكلم أن هذا القانون يجب أن يشتمل على فقرة إعادة التحقيق وإعادة المحاكمة. إن لم يشتمل قانون العفو العام الحالي بشكله على هذا التعديل، فبالتالي حتى وإن مضى قانون العفو العام فإنه لن يخدم من يطالب بقانون العفو العام، على اعتبار أنه خالي من المضمون